اتفقت الفصائل الفلسطينية في لبنان على وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا بعد موجة اشتباكات ومواجهات عنيفة. وشهدت ليلة السبت اتصالات سياسية مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار بين عناصر حركة فتح والقوة الأمنية الفلسطينية المشتركة من جهة، ومجموعتي بلال بدر وبلال العرقوب من جهة أخرى. وارتفعت حصيلة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة إلى 3 قتلى وأكثر من 17 جريحا، وأدت الاشتباكات إلى نزوح 10 العائلات من المخيم.